حسام البدري مديرا فنيا لمنتخب مصر. ده كان الترند يوم الخميس وقت اعلان الكابتن حسام البدري مديرا فنيا للمنتخب على حساب اسمين كانوا هما اللي متصدرين الترشيحات خلال الفتره اللي فاتت، كابتن ايهاب جلال وكابتن حسن شحاته. ايه السؤال اللي طلع من الترند ده وشغل بال الناس على السوشيال ميديا من يوم الخميس لغايه النهارده؟ الكابتن حسام البدري وعلاقته بالنجوم، ولما نتكلم عن نجوم في منتخب مصر يبقى الاسم اللي هيطلع لوحده وبدون اي منافسه محمد صلاح. الكابتن حسام البدري هيتعامل ازاي مع محمد صلاح؟ كان مثلا الكابتن عماد متعب كان تم اختياره مدير كره للمنتخب ولكنه اعتذر للكابتن عماد متعب لاجابه واضحه لسابق العلاقه السيئه مع الكابتن حسام البدري، وكانت خطوه ممتازه من الكابتن عماد متعب. ليه؟ عشان يشيل حرج من على نفسه ان حد ممكن يقول ده حسب مشكله في المنتخب. اه طبعا ده عشان كابتن عماد متعب عنده مشكله مع حسام البدري، وبالتالي عماد قال لك لا انا اخد جنبه وما اخشش في التراك ده عشان المنتخب يبقى فيه تركيز والناس الشغلة بالها بالمشاكل. ولكن التصرف ده هيخلينا مجبرين نرجع وناخد بالنا من علاقة كابتن حسام البدري وطريقته مع النجوم. وهنا نيجي لنقطة مهمة، النجوم في النادي حاجة والنجوم في المنتخب حاجة تانية. النجوم في المنتخب انت بتختار نجوم الكرة المصرية كلهم، النجوم اللي عندك في النادي لعبتك اللي انت بتلعب معاها طول الموسم واللي بتصلح اخطائهم واللي بتحدد لهم التاكتس بتاعتك واللي بتتعامل معاهم بشكل يومي. انها في المنتخب لا، المنتخب الوضع مختلف. عشان كده مثلا لازم كابتن حسام البدري يخلي باله في اسلوب التعامل مع لعيبه المنتخب، ما ينفعش يتعامل بنفس الاسلوب اللي بيتعامل فيه في النادي. ربما النادي يحتاج بعض الانضباط والصرامه، لكن في المنتخب لا، المنتخب اللعيبه اصلا جايه لك المفروض ان هي جاهزه، انك بتختار الافضل في السوق الموجود حواليك. وبالتالي مثلا لما نيجي نتكلم على لاعبنا الكبير محمد صلاح، فالتعامل معاه اكيد مش هيبقى في توجيهات وانك تعلمه ازاي يلعب كوره، لا ما اعتقدش ده هيبقى فيه، ده المداح. لكن انت عايز توظفه في المكان اللي انت عايز تلعبه فيه في الطريقه بتاعتك اللي انت عايز تلعب بيها. وبالتالي لازم اعتقد البدايه من عند كابتن حسام بدري مش من عند اللعيب، لازم كابتن حسام بدري هو لحد ما يشوف اسلوب جديد للتعامل مع اللاعبين، عشان اكيد هيبقى عليه ضغط مهم جدا من الاعلام ومن الجمهور، وخصوصا طبعا من جماهير النادي الاهلي اللي ربما يكون لسه ما زال كابتن بدري علاقته بيها مش ولا بد، خصوصا من الفتره الاخيره. وكمان مع الاعلام، ليه؟ لان الاعلام طبعا احنا المفروض اخر تجربه يعني شفناها الكابتن بدري مع منتخبات كانت مع المنتخب الاولمبي و تصفيات بطولة تحت 23 سنة واللي ما قدرش يحقق فيها اي انتصارات، والتجربة اللي انا ما اقدرش اوصفها غير بالتجربة غير الناجحة. وبالتالي التغير هيجي منين؟ مش من عند اللعيبة، مش من عند الاعلام، من عند الجمهور، لا، التغيير هيجي من عند الكابتن حسام البدري. انت الكورة في ملعبك دلوقتي محتاج ان انت تثبت وتقدم دلائل على تغير الاسلوب مع النجوم بالذات اللي معظمهم بيعتمد ان كابتن حسام البدري بيخش معاهم ند بند عشان يفرض سيطرته على الفريق. الحاجة الوحيدة بس اللي انا عايز اقولها في نهاية تعليقي على ترند كابتن حسام بدري هي ان ربما يكون انت وانت مدير فني للنادي عندك مساحه تغيير الخطط بانك تلعب بكذا خطه مع الفريق في المنتخب، لا ده مش هينفع، لازم تلعب بطريقه واحده بس عشان تقدر تعود عليها لعيبتك خلال المعسكرات اللي انت بتاخدهم خلال السنه، وبالتالي ما عندكش مساحه كتيره انك تعلمهم وتعودهم عليها. وبالتالي اعتقد الكابتن حسام بدري برده دي نقطه مهمه لازم يحطها في باله مع المنتخب، انت محتاج خطه واحده بس او يعني خطه فورميشن واحده بس، لكن مع النادي لحد ما كان عندك مساحه كبيره. واكيد قلت اكيد نتمنى التوفيق للكابتن حسام البدري في تجربته الجديده.